خدنا algorithms، حوالي 6 algorithms قبل هذه المحاضرة كانوا عن uninformed search. فكيف حولنا بس لو تفتح الشباك بتسمع، كيف حولنا مشكلة بدها مشكلة بدها ذكاء لعملية سيرج؟ مزبوط. هلا كان عندنا الالجوريثمز اللي استعملناها ما كانت إشي كثير ذكية. الالجوريثمز كلاسيك نسميها ستاندرد الالجوريثمز زي اللي بتوقعوها في مادة الالجوريثمز أو الداتا ستراكشر حسب، أو يعني أفكار عادية. هلا كثير كانت الوضع سيء بهاي الالجوريثمز، انه انا لو بدي استعملها في روتينج في كار نافيجيشن الكومبلكسيتي تبعتها عاليه جدا. شو في افكار قبل ما نبلش المحاضره؟ شو في افكار؟ اعطوني فكره ذكيه انوفيتيف ابداعيه، فكره ابداعيه اللي نحسن عمليه سيرش. على صوتك AVL3 شو بتساوي هاي؟ اللي بتحط تشوف الرقم تروب تضيف رقم تشوف أصغر ولا أكبر من الرقم، بس أصغر راح الشمال أكبر راح اليمين. شو بتختلف عن الـ عن الـ عن الـ شو بتختلف عن الـ عن الـ اليونيفورم كوست سيرش؟ اليونيفورم حكينا عن الديب. نو اليونيفورم بلفش عليه الديب اللي خدنا عنه اخر شيء، حكينا عن الانفينيت بلفش عليه. شو شو هو اللي خدنا عنه اخر شيء؟ شو اسمه الاتريتيف ديبنج؟ تعديل على الاتريتيف ديبنج. بس الاتريتيف ديبنج في عندك كمان اخذنا اليونيفورم كوست الجوريثم بيروحش في كل بس ما هو بالمقابل بلف برد برجع برد برجع مرات على وين كان كان يبحث قبل شوي. نستخدم هيستوري يعني انه اخزن شيء وفي المقابل انه ارجع له كمان مره لما بدي استدعيه كمان مره فبكون في جهاز. سؤال شو الانفورمد يعني؟ لا مش شو الانفورمد، شو كيف ممكن حسن على الالجوريثمز؟ يعني باختصار انا بروح من هون على رام الله من بير زيت على رام الله، ليش اروح اميل على اروح قدامي على مفرق؟ واحد بروح على ابو كرش، واحد بروح على بير زيت. ليش اروح اول شيء افحص بير زيت بعدين ارجع افحص ابو كرش بعدين ارد اتقدم خطوي بعدين؟ انا مش عارف يعني وين المشكله. هون كان المشكله انه الهدف تركوه وانا رايح هناك. يعني ما بعرف شو شو ممكن. طيب سؤال بدي اكرمكم اياه، شو بيلزمكم معلومات اذا بدكم نضيفها عشان نحسن على عمليه السيرش؟ نعرف الاتجاه. احد الافكار حمزه، حمزه ايش يقول؟ لو نعرف الهدف وين، لو نعرف كل الهدف هناك، الهدف هيك، وانا بجوز خلينا نقول وانا ماشي اضل احاول سرعه يعني مشيتي تبكى باتجاه الهدف، الالجوريثم اللي بيخليني اروح بهذا الاتجاه الهدف هناك، هذا بجوز مش مليح. فكره مليحه ولا لا؟ خليني لا خليني هون. طب انا بسال سؤال لحمزه مليح، طب لو بدك انت تعرف اتجاه الهدف شو كيف بدك تعرف؟ حسب الديستنيشن سورس انا وين ماشي وين رايح بعرف وين. طيب في عندي اتجاه من الاصل من الضوء على الله شو اتجاه على الله وانا بس من بدك تجيب هالمعلومه هاي؟ هاي بتكون معطى نعملها بتيبل. نعملها بتيبل نحط هلا احنا عندنا خارطه نفترض عليها 100,000 نود،
خارطة وعليها وبينهم طرق. يعني نروح نخزن كل تخزين كل موقع مع مع المئة ألف ثانيات. بس الناس اللي بشوفها قدام بشوفها أوقات الصور تبعي وين رايح؟ طب أنا بدي ريحك. هو الإيمج الماب الحقيقي مش صورة؟ صورة تقدر تخزنها بتمار صغيرة الجهاز. وأنت تقول أنا هون والجول هون وترسم خط. نرسم خط هذا يعني دوش تخزين بيانات بحسب حساب. هلا انا مثلا بحاله الكار نافيجيشن يعني النافيجيتر الطرق هلا شيء خارطه صوره 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 زي صورتك لما بصورك في الكاميرا زون. هلا انا بدي اروح من الخارطه مبين هاي الخارطه انا هون بقدر اعرف اني انا هون صح او بكل البرنامج هاي النقطه لهاي النقطه هل هاي مخزنة كده حجم الصورة بجوز مخزنة مثلا 10 كيلو 100 كيلو بايت. طب ما هو أنا بعرف إنه هاي النقطة من هاي النقطة لهاي النقطة أنا بقدر أشوف الاتجاه رسم خط يعني بدون ما أخزن يعني بقدر أحسب حساب الاتجاه. هذا الألغوريثم الألغوريثم كيف تشتغل هو؟ لا تكون عندك أنا بس قلته شو المعلومات اللي بتلزمك عشان تحسن على السيرش تبعك؟ كل الاتجاه، اعطيته حل الاتجاه، قلت له هي صورة بتقدر تحل الاتجاه. طيب، حددنا الاتجاه. بدي نقاط أقرب نقاط على خطها وأوصل إنه بدك في طرق توصل لها. طيب، نجي هاي هون هاي النقطة اللي اخترت إنها هي الكرنت ستيت. وأنت بدك تيجي هون. بس الطرق تيجي هون، بعدين بدك تروح هيك، بعدين هنيك تروح هناك. طرق كثير بدك تقدر فيه تقدر توصل لها. على مصدر طيب في خط من هون لهون يلا شو بدك تساوي؟ بحسب من النقاط الاربع خط واذا في طريق واذا فيش طريق بحسب من اقرب يعني تجيشهم لا بدور على اقرب نقطه الى باتجاه الديستنيشن. هذا اللي بنسميه الجريدي. ندخل في المحاضره هذا اللي بنسميه الجريدي. طبعا المحاضره مصوره وبتلقوها الجريدي اللي ماشي بعد شوي. نفس المشكلة بالمناسبة نفس المشكلة. إذا أنا شوفير باص سائق باص والناس تعطيني فراطة أجرة أنا ليش بدي كل الفراطة؟ واحد أعطيني من شيكل مش بتروح أعطيه كل الفراطة اللي معاه هو بيجي بعد شوي بتضل إذا معي فراطة مفهوم. أنا بدي أقل عدد من الكوينز الفراطة لما تدفع لي شيكل برجع لك 50 مثلا اقل عدد سواء انا كنت سائق باص او كنت الاي تي ام ماشين اللي انتم في البنك العربي بتروحوا عليها او مش تسحبوا بدنا الجوريثم اللي يعطينا اقل عدد من الكوينز. كيف بدي اسوي؟ يعني بدي اي تي ام ذكي شو اسمه بدي؟ عتاب بدي برنامج ذكي او اي تي ام ذكي اللي بيعرف لما الواحد بيعطيه مصاري يرجع اقل عدد. هلا هذا هيك ذكي بدنا نسوي الالغوريثم اللي بيسوي لنا هذا الكلام. بحسب اقل كره اقل من 90 اها تقسيم اقل كوره اقل من 40 مثلا. هاي عمليه سيرش هي نفس عمليه الروتنج مضبوط. طيب او عندي ترافل سيلز بيرسون بروبلم بدي ازور كل المدن هذول اوزع بضاعه ومره واحده ممنوع اروح منها مرتين بدي باخذ كلها عمليات هاي نحولها عمليات سيرش. هلا
فكرتك في استعمال الاتجاه في عملية نحدد البعض طريقة اللي أوصل الهدف تبعي اللي هو يعني هو الكار نافيجيشن رود رويس نافيجيشن. بتفتح كمان شباك تنشيل عشان الصور هلا هون انت تحددت الاتجاه. طب لو بدك تستعمل الموضوع نفس الفكره هون تقدر تستعمل تحدد الاتجاه؟ تزبطش انها نحدد الاتجاه ما بتزبطش في هذا المثال صح؟ بس زبطت وين؟ في الخريطه صحيح؟ جميل. طب هون في مثال زي هذا انا اذا بدي برضو فكرة يعني زي ما كل أعطيني معلومة يعني ممكن أعطي الألغوريثم معلومات معينة عشان أحسن عملية السيرش. فالموضوع هون كل مشكلة بنحدد شيء معلومات اللي بدنا إياها قبل إذا المعلومات متوفرة ورخيصة عشان نحسن على السيرش تبعك. هاي الفكرة اللي بنسميها هيوريستكس. فأنا بستعمل evaluation function مش بس الكوست الحقيقي. الكوست الحقيقي ممكن أطلب معلومات ثانية بنسميها هيوريستك فانكشن تخليني اللي لما أنا بوصل مفرق وبدي أروح على اليمين ولا على الشمال بتكون لي روح على اليمين وعلى الشمال بناء على هلا كلمة الاتجاه هون هي بنسميها هيوريستكس بناء على يعني الهيوريستكس ولا الهيوريستكس في وقتها يعني استعمالك للاتجاه كان بزبط بس في السيرش مظبوط؟ في السيرش تبع الروت سيرش الماب. بجوز في شيء ثاني استعمل فانكشن ثاني مش الاتجاه استعمل فانكشن ثاني. فكل مشكلة وبدها هيوريستيك فانكشن. يعني باختصار في المحاضرات السابقة أخذنا الانفورمد سيرش اللي هو ستاندرد بيزبط أي شيء ولازم تشمل هون بدناش نستعمل بس الكوست كفانكشن ايفالويشن ممكن نستدعي معلومات أخرى إذا أمكن حتى أعمل ايفالويشن. فدائما هناك كان خلينا نسمي الالغوريثمز غبيه شويه بس ستاندرد بتزبط لكل شيء. هون الالغوريثم بتزبط لكل شيء. فكل مشكله نعالجها لحالها نعملها تحسين على الفانكشن خاص فيها اللي بنسميه هيوريستيك فانكشن. بناخذ اثنين تو هيوريستيك فانكشنز. اول واحد بنسميه انا في اعراض بدي اروح على ابو خمسه. هاي خارطة رومانيا شفناها قبل هيك. هاي خارطة رومانيا شكل المؤلف من رومانيا مؤلف الكتاب. انا في اراد بدي اروح على بوخارست هلا وهاي اوكي انا بتقول لي استاذ زي ما كنا قبل شوي ما هي هاي صوره وبقدر انا ارسم خط من هون لهون واعرف الاتجاه وانا بشوف قد في واحد يجي يقول لي بشوف هذا الخط ولا هذا الخط ولا هذا الخط واضح انه انو اقرب واحد الخط على ستريت لاين ديستانس شو هو؟ غلط. طب هو بجوز ما فيش واحد بالضبط يعني بجوز الطريق بيرزي طريق رام الله تبكى اذا رحت اللي بروح دغري على اول مفرق هو عمليا بضلش مكمل على رام الله بروح على اليمين وبعدين بلف ابصر وين وبروح لقاعد. بينما لو رجعت بعكس رام الله مثلا بجوز 100 متر ولا كيلو ولفيت على اليمين رحت على الجزء الارخص. اذا الاتجاه مشكله. شو هو الحل؟ ما استعملش الاتجاه، استعمل شيء ثاني. هلا بقول شو عن الكريم. في الفكره ما استعملناش الاتجاه، استعملنا ستريت لاين ديستنس. قديش المسافة من هون
لهون ستريت لاين ديستنس نقدر تحس بها ولا لا؟ كيف؟ هاي اكس وهاي واي احداثيات وهي مثلا انا بدي احسبها على السريع غلش الكمبيوتر مضبوط؟ بقدر احسب فمن هون لهون بقدر احسب من هون لهون بقدر احسب يعني وين انا سوري الجول تبعي وين انا اعترف بحسب ها هون اعطيته ستريت لاين ديستانس بتوين كل مدينه من هذول المدن بالنسبه لبوخارست قديش ستريت لاين ديستانس بين بوخارست وبوخارست زيرو زيرو لا من اراد لبوخارست 366 انت علي مثلا من سيبيو لا أراد 253 لا من هون لا هون ما كنت شرنا من هون لا قصدي يعني أنت يعني من سيبيو لأخرس في أكثر من بعض أنا مش عن بعض أنا بحكي على straight line distance عن هذا distance straight line distance straight اللي حسب البرنامج مش حقيقي هذا إيه سوري يعني سوري مش الطريق هلا ترى شو بيصير أنا هون شو معنى جريدي بالإنجليزي هذا الألغوريثم هو اسمه جريدي طمع شو الطمع أنو اللي خرب بيت الطمع أنو اللي خرب بيت الطمع كذاب يقول كذاب خرب بيت الطمع إذا أول ما نقول هذا الألغوريثم هذا طمع إذا شو معنى مشكلته شفت الدوائر هذه أربعة هلا وأنا هون هاي أنا بقرب أنا بقرب وين أروح هون ولا هون ولا هون لا بطلع أنا أقرب وحدي ستريت لاين ديستانس هاي ولا هاي ولا هاي يعني لو انا هون شفت الثلاث هذول صح؟ اني اقرب واحد لا لا انا اقرب واحد لارى ستريت ديستنس تبعها نحكي اقرب واحد يعني ستريت لاين ديستنس سيب ها اجاوب طيب هون شو شفت انا؟ بقراص هو اكثر شيء هاي المدينه هاي ها شفت هذول الثلاث لا انا فكرت سوري وانا هون شفت اربعه واحد اثنتين ثلاث اربعه كمان مش هلا وانت بسيبيو شو بتشوف؟ اراد اراد فقرات لي هاي وبتشوف ورايديا لي هاي وبتشوف هاي مزبوط؟ هلا بهذول الأربعة هو أقرب واحد على ستريت لاين ديستانس على فقراس بروح على فقراس وأنا في فقراس قديش طريق عندي؟ من هان لها أو من هان لها؟ شو رأيكم بهالألغوريثم؟ شو رأيكم بهالألغوريثم؟ كم ممكن يمشي؟ ممكن نمشي فوق هلا زر هلا هاي الفكره مش عملنا بالمحاضرات السابقه عملنا بالمحاضرات السابقه الجوريثم الثاني ورف لف 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 هيك اللي جاب على السريع وين مشاكل هاي مثلا انه ممكن لما يطلع مدينه تكون هي اقل يضل يروح عليهم يرجع يروح عليهم يرجع ما بمشي هاي الأستاذ لو نزلنا هي ومشينا هي بنطلع وخصوصا يعني خير هاي قد تكون خيرها نقطة جيبها هون هون واعمل خط من هون لهون لا ممكن يحسب هو إيه لا 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 هون فبروح وبرجع بكون فلوس ليش الثاني اللي حمزة حكى عنه كان لي لحظة شوي يا أستاذ هاي مش أحسن طريقة
وين عندي طريقة أحسن؟ ها صح؟ طبعا هاي ريال كورس. طيب ف كومبليت شنو كومبليت؟ يعني هذا كومبليت انا بقول انا بدي كومبليت يعني اذا في حاجه بتجي هل دائما بتجيبه؟ لا كان ستك ان لوبس. شوفوا هاي المثال التايم في للقوة إم بط قد هيوريستيكس كان يعني نقدر نحسن عليها. السبيس كيب سمول نايتس ان ميموري هو كل اللي فتحها عنده خليه بالذاكرة صح؟ حسنوا عليه. يلا استاذ سؤال كيف اللي بده كيف الانفينيت لوب؟ اه السبيس كيف؟ يضل يمشي سبيس بس ستاك بيجي هون بلقى هاي الطريق بيعمل يعني مسافه بعيده كل السورس كنت فيه اخر من الديستنيشن برجع لها بالضبط برجع لها برد قارن فيها هذه برد على هذه بروح طيب شو مشكلته كمان يعني انتوا لما قلتوا الستريت لاين ديستانس هذا جزء من الصحه مشكلة من أحد مشاكله بزبط عنا فلسطين سؤال بزبطش لأنه كثافة 700 متر بنص الولايات مقسمة الشوارع مقسمة مربعات يعني الحكومة بتبنيهم بتقسمهم مربعات مش زي عندنا عشوائي والشوارع بدون عشوائي. شو في أفكار ثانية؟ يعني ليه بزبطش لنا فلسطين وما بزبط عنا فلسطين؟ طريقة التفافية اللي تحكي لأنه عندنا مربعات طريقة التفافية وجبلية شان جبلية يعني ستريت لاين ديستانس مش شيء شيء منيح الحقيقة لأنه معظم طرق يعني وين في المدن في البلاد المستوية عادة الطرق معظمها ستريت بينما في بلادنا معظم الطرق مش ستريت فيش طرق ستريت أصلا هاي أحد الأشياء فكرة ستريت لاين ديستانس أدريسابل شو يعني أدريسابل؟ مثل الواقع ولا الواقع بشيء ثاني؟ لا زي ما قلنا انه انه بحسن عليه يعني ممكن عشان الانفينيت لوب امنع انه يرجع لورا خليك من الانفينيت لوب لا على فكره الاوبتيمال انه يكون اوبتيمال انه نجيبنا على طريقه نعم كيف تحسبيها؟ استاذ هيك شو؟ ايش؟ هي شو بتقول؟ شو اسمك؟ اماني اماني شو بتقول؟ بتقول ما سجلش انا ستريت لاين ديستانس انا بسجل شو؟ وين انا اكتوال؟ يعني بين مدينتين انا بسجل بيناتهم مش الستريت بسجل المسافه الحقيقيه بيناتهم بين الكرنت والجول؟ ما هي مسجل هاي مسجل هاي معطى ما كمل كمل انه انا مش هون انا هي كان هيك كتبت بين مثلا الجول والمدينه احنا كاتبين هناك الكوستر هي بالستريت انا بحكي لك انه لا نسجلها بالهذا بالاكتوال ما هو اذا سجلناها بالاكتوال خلص ما بلش بدناش الالجوريثم ليش غيرنا الكونسبت لا بدناش الالجوريثم خلص مروا عليها بدناش نعمل بحث مو اوكي عشان اسجل الكود كيف بدك الكاب لانه في عندي بين مدينه هاي ومدينه هاي مدينه هاي ومدينه هاي مش بين مش مباشره يعني طلع هاي في طريق من هون هيك هاي في طريق من هون هيك وهاي في طريق فهمت علي؟ بدي احسب كل الاحتمالات وعشان احسبها هو هذا هو السيرش طيب استاذ بتذكر في شيء في النتورك بحدد الباث قبل ما يمشي أو
مثل هيك مثل يعني انت هلا ما مسجل بين المدينه الاولى والمدينه الجبهه اللي هي سودا وبعيش 140 صح، وبرضه سجل انه بين سودا والمدينه اللي بعدها 90 او 99 وسجل انه بين سودا والمدينه اللي تحت 50 او بعيش سيبك والبث التحتاني طيب فهلا بدي اجمع الرقم 140 مع 99 مع 200 وحدات، هذا الرقم سجل عنده، بده يسجل برضه الرقم 140 مع 99 مع 97 مع 100 وحدات، هذا الرقم سجل عنده. طيب بعدين بده خلص هي تبعت. لا ها ها بيسجلهم كمان. طيب زي ما سجلناهم كلهم خلصنا بدناش بدناش نبحث، خلص نروح على اقصر طريق. بدناش سيرش، احنا عشان نسجلهم لازم نبحث لازم عن كل احتمالات صح؟ عشان نبحث عن كل احتمالات بدنا سيرشنج الجوريثم. شو في اقتراحات اخرى؟ طيب الوسط حساب الافرج تبعي مثلا من سيبيو لبوخارست زائد فارجا فادراس لبوخارست بعدين بدي اسمي هالمعلومة من سبيل البخرست ومن هاي من هون لهون باخذ المعلومة بحسب الطريق قصدك، ومن هون لهون بحسبها وقسم على اثنين عشان ستريت لاين قصدك. انا هون وشو مشكلته هذا الالغوريثم؟ شو مشكلته بالضبط؟ مشكلته انه في المسافة الهوائية بيشتغل ايوه ما بيشتغل على الاكشن. طب كيف تدمج هنا اثنين؟ يكون في هيك داتا بالضبط هاي الاكشن هاي الداتا هو هذا الالغوريثم اللي بعده اللي هو اللي بنسميه اي ستار. برجع لهي اي ستار شو اللي بيسوي الاي ستار؟ احنا هذا شو اللي بيسوي الاي ستار؟ الاف اللي هو الاف الايفالويشن فانكشن تبعي هناك شو كان استعملت الاتش شو كانت الاتش ارجعكم على الجريد الاتش الاف هون هي الايفالويشن فانكشن مظبوط بس انا شو كانت الايفالويشن فانكشن اللي كانت الهيوريستكس اللي هي اللي هي كانت اتش ما كانتش جي الكوست سو فار تو ريتش ام سوري هاي جي هلا الاف شو بتساوي الاف بالجريدي الاف اللي هو الايفالويشن منين اجى الايفالويشن من الستريت لاين ديستنس الستريت لاين هو ربطناه له اتش للام الاتش للنود اللي هو قديش النود بعيد يعني قديش بعيد عن البول مزبوط فكان مكان ما فيش شيء كان في اتش ال ام بتساوي اف ال ام بتساوي اتش ال ام هون ضفنا جي شي جي الاكتوال الاكتوال كوست سو فار هلا بدنا اللي هي هذا الالغوريثم اللي هو كم زي ما كنا حكينا قبل شوي بيعمل كومبانيشن بين الجريدي واليونيفورم كوست شوف انا في أرب انتبهوا معي انا وين في أرب وبدي امشي قديش مشيت وانا في أرب قديش مشيت ولا شيء بعد مثلا كديش بعيدة عن الستريت لاين ديستانس ارى بوخارست 360 فالصفر زائد 360 يساوي 360 هلا انا بشوف كديش نود بعدها ثلاث هلا سيبيو حاشد 140 مع
مش هيك ما دول اكتوال زائد ستريت لاين ديستانس قديش 253 كده بيصير ستريت لاين ديستانس بتجيبه من الجانب صح يعني طلع الاكتوال كوست هون زائد ستريت لاين ديستانس كده ماشي او 75 زائد الستريت لاين ديستانس هون لهون او 118 زائد الستريت لاين ديستانس لهون الستريت لاين ديستانس من الجدول لهون يعني بتقدر بس تشوف كم ماشي بالضبط وين اروح على سيدي هلا انا بسيدي كده ماشي 140 هلا قدامي خط ثلاث مظبوط مش قدامي ثلاث هلا بالثلاثة دول إذا 144 زائد 99 كده 144 99 كده 143
415 نيجي عليه 561 415 بس يعني هاي بخمس دقائق بس لسه ما وصلناهاش للمحس لعبش نهائي الهدف ولا لا ففي في كل هذول الثانية كل واحد 417 برد ارجع على 417 وبطلع و شوي هلا اكل واحد من هذول هلا صار 417 صح؟ فبقى هي اللي بمشي فيها هلا لما مشيت فيها اللي هي هون لما مشيت فيها شو صار؟ 418 خمس يعني هاي كل الارقام 500 وشي 600 وشي 600 وشي 500 وشي هني اكل واحد من كل هذول 418 باجي عليها بلقاها هي الهدف هلا انا بس كانت عندي واحد من هذول لازم كتبتها سينكرونايزيشن يعني ارجع تطلعوا شوفوا طلعوا اجى هون حسب الوقت المتبقي بين الثلاثه هذول بين وبين يعني وانا هون انا اول واحد لازم عليها ليش؟ منها ستريت لاين ديستنس اكبر من الهدف يعني جي ال ان صفر بعد صفر ما هي لسه ما مشيتش فجيت هون هلا انا بدي احسب اف ال ان اف ال ان بتساوي جي ال ان لكل واحد من هذول الاربعه زائد اتش ال ان تبعتها مشيت 140 زائد فبحسبهم بتطلع لي اقل وحدين ها مزبوط جيت عليه هلا وانا هون لاحظ عيني بتضل على كل اللي قبل شوي شفته بخليه فانا هون بحسب الكيت مجموع يعني لو بدي امشي هاي الطريق عن جد ستريت لاين ديستانس انا هون انا هون شو قدامي؟ قدامي هاي قدامي هاي مظبوط؟ سوري اللي مشيته زائد ستريت لاين ديستانس من هاي وكذا وهاي وكذا هلا بس الكيت قبل شوي لانه انا بكيت في نوت اقل اللي هي هاي فقرات برجع عليها برجع عليها على فقرات واحد 415 واحد 413 ليش جاي عليها؟ معنى انا شرحتها اول مره هون اللي كان بشرح فيها هون نعم استنى شوي طلع بغض النظر عن الرقم هلا انا شو سويت؟ انا هون ضليت محتفظ قبل شوي باللي قبل وانا هون انا حسبت الاتش اللي ستريت لاين ديستانس زائد الجي لكل المسافه اللي مشيتها لكل واحد منهم طلعت هلا هاي لو امشي فيها تطلع ارخص مشيت فيها وانا هون المسافه اللي مشيتها هاي زائد ستريت لاين ديستانس لهون اكبر من اللي قبل شوي جبت عليها هاي هيك هيك فبرد ارجع فهمت علي؟ هلا انا عندي مشكله بالسلايد مو حد منهم مش سينكرونس مع الثاني تطلع شو ليه؟ هلا طلع عم بعيد تماما مش انا جيت هون 360 زائد 0 بعدين صار عندي النوتس اللي قدامي صار ان هذول اني اكل واحد منهم طيب مشيت فيها اني اكل واحد من هذول 413 مزبوط؟ طبعا هي مجموعة شغل كتير بمشي في 413 ماشي فتحت هني اكل واحدة شوف هني اكل هني اكل واحدة 415 برد ارجع باجي هون باجي هون جيت هون هلا وانا هون 450 كذا انا اكل واحدة كل هذول برد ارجع على هاي اللي هي 417 رجعت عليها بخزن كل شيء هلا بنشوف شوي بس هلا هاو اي ستار هاو هاي هذا الالجوريثم اللي بنسميه اي ستار ويل جيت فروم لا سي تو فقرات
في مثال معي وقت اخليكم تحلوا تحلوا في البار بيت ها تحلوا في البيت اوكي هاي مثال هاي حلوة هاي مثال هاي حلوة في كمان مثال سوري هاي سوري هذا حلو بالاستار هاي حلو بالاستار واذا بدي بالجريدي كمان حلو ثاني يعني بدي حلو بالاستار وبالجريدي ليه وهذا مثال برضه عشان لكم حل مش موجود عشان برضه انتم تحلوه في البيت استار وجريدي هون في مشكله هلا بدنا نناقش طبيعة الهيوريستكس لما أنا بخترق الهيوريستكس يعني لاحظ هذا لما أنا وجدت الجريدي والإستار هذا بس بالجزء من الطرق بس في كريب الهيوريستكس في كريب الهيوريستكس هي مهمة هي اللي بدي أكون عليها مش إنه إحنا مندرب يعني مش المادة عن كيف نعمل بحث عن الطريق الأقصر على طريق طرق حقيقية. إحنا نحكي عن السيرة بشكل عام، مظبوط؟ هلا خلينا ناخذ شو صفات الهيوريستكس المليحة. الهيوريستيك إز أدمسبل. شو بدي أدمسبل؟ شو يعني أدمسبل؟ ريل. ريل. من هلا مرات بالظبط بالظبط مرات ما بتقدرش عنه. بس أدمسبل معناها إنه تعملش اوفر استيميشن او اندر استيميشن يعني واحد حسب الستريت لاين ديستانس من هون لما مروا كم من كيلو الالجوريزم بيخرب بزبطش الالجوريزم بطل يعني اي فكره تستعملها لازم تكون قريبه على اللي بنسميها المواقف فبنسميه الادميسبل ادميسبل يعني مقبوله او معقوله الهيوريستيك فانكشن هو ادميسبل فور افري نود شو يعني افري نود؟ يعني دائما عشان يكون ادميسبل اتش ان اللي هو الهيوريستيك فانكشن اقل او يساوي اتش ان الحقيقي يعني الستريت لاين ديستنس اللي انت حسبته قريب على الاكشن الستريت لاين ديستنس Where H n is the true cost to reach the goal. يعني فكرة the straight line distance مريحة لأنه غالباً ما بتكونش الطرق كثير بعيدة عن the straight line distance. فهمت علي؟ طيب. And as we said, the heuristic never overestimate the cost to reach the goal. Example, the straight line distance never overestimates the actual road distance. As a juice, be machine, be cases, other applications, other. We don't use the straight line distance, we use the percent. هيوريستيك ثاني فلازم تكون الهيوريستيك اللي بنستعملها تكون ادميسبل فهمتوا الفكره تبعتي؟ هلا في ثيوري اف اتش ان ام ذا فانكشن ادميسبل اي ستار از هولد لما بيكون ادميسبل بس لما بيكونش ادميسبل مش شرط يكون ادميسبل سوري اوبتيمال شو يعني ادميسبل؟ أو سوري شو يعني اوبتيمال؟ انه بوديني في على اقصى طريق هلا عشان اثبت انه بوديني على اقصى طريق هاي بس اثبات انه كيف انه كيف اوبتيمال؟ طبعا لما بكون هذا بسبب تخيل انا عندي هذا الستارت وهذا الهدف تخيل انه عندي هدف ثاني اطول هل بوديني عليه؟ هي السؤال هل بيوديني عليه؟ المفروض انه ما يودينيش عليه طب انتخبر بقول افترض انه في ان اف الجي
لجي 2 الفانكشن كله لجي 2 يساوي الجي لجي 2. ليش؟ لانه ستريت لاين ديستانس اولها اولها بتكون صفر صح؟ الاكتوال هاي بس جست بروف، مش انه هون مش الجوريثم بتثبت لكم ليش انه هو بتكبر. الجي للجي 2 الجي هاي للجي 2 اقل سوري اكبر من هاي، والا فهمت علي؟ انت ماشي معنا الان؟ طلعوا علي انا مش عارف كمان مرة كمان مرة ركزوا وتفاعلوا معاك. انت بتقول لي يا استاذ اوبتيمال الاستار، انا بقول لك اه، بتقول لي اثبت بثبت لك انه اوبتيمال، بقول لك افرض انه هاي ستار وهاي جول، وافرض انه في هدف ثاني جول اثنين ابعد من هدف الهدف هذا اللي بثبت لك اياه، مش لازم يروح هون، لازم يجي هون منيح؟ يعني هو لازم يروح على هدف من الهدفين صح؟ لا على الهدف الاقصر اللي بثبت لك اياه، هو على الهدف الاقصر. واحد فيهم لا بده يروح طبعا بده يروح يجي، انه لازم يجي هون، مش لازم يجي هون، بثبت لك اياه لو بيجي هون بيجيش بروح الشمال دون باك ولا بس. انا بحكيش عن الجوريثم، انا بس الاثبات بتثبت لكم انه بيروحش هون بيجي هون. هلا افرض انه في ان بالطريق ماشي، هاي الفرضيه تبعتي هذا، بما انه الاف الجيله هاي بيساوي المسافه الحقيقيه مزبوط، بيساوي المسافه الحقيقيه هون مزبوط. و سوري بيساوي الاف ايفالويشن فانكشن بيساوي المسافه الحقيقيه لانه اتش صفر، لانه ما ضربنا شاش ما فيش كوست مظبوط، يعني هاي بتساوي هلا. وعندنا افترضت انه هذا مش الشورت هذا ابعد، يعني معناته ان جي الكوست الحقيقي تبع الجي 2 اكبر من جي من الجي تبع الجي الجي تبع البول. انا بتفكر انه ما في ريستيك بس هلا الاف بتاعت الجي كلها الاف برضه بتساوي جي لانه لسه ما مشيت، هلا لانه حط لي سبب معناته الاتش ام من هون لهون اقل من او تساوي ايش؟ المسافه الحقيقيه الستريت لاين ديستنس الحقيقيه لانه اقل صح؟ يعني هاي اقل من هاي هذا الجي ال ان واتش ال ان جي ال ان اللي هي اكتوال والديستانس والستريت لاين اقل من تعمل اقل ايش؟ من الحقيقيه مظبوط؟ شو بيطلع عندي؟ اف ال ان اقل من اف ال جي من اف ال جي 2 مظبوط؟ اف ال ان اف ال ان اقل من اقل من شو يعني اف الاف من هون لهون اقل من هاي ما هو والا كان راح عليها صح؟ وبالتالي الاف هاي اكبر من منها ها اكبر من ان ولا اكبر من جي هو اكبر من ان and n is expanded اجا هون وهذا هو الكونتراديكشن سو اس تاير والليفر سليت ان اذر ويرز في عندي كمان يمكن فيرجن ثاني نفس الشيء بطريقه ثانيه اذا كان اف الجي 2 بيساوي اف ال اف الجي 2 بيساوي المسافه الحقيقيه اللي مشاها زائد الهيوريستكس ويساوي
المسافه كنا المسافه اللي مشاها سوري يساوي المسافه اللي مشاها، وهذا كله اقل من الاوبتيمال كوست. هلا اف الان يساوي اف الان شو يساوي جي الان زائد اتش الان مظبوط، وهذا لا هذا ايش اقل او يساوي الاوبتيمال كوست. لا ليش طبعا لانه قد مثلاً اتش قد بسبب، وبالتالي عندنا في طب اف الان اقل او يساوي اقل او يساوي ايش الاوبتيمال كوست، وهذا اقل او يساوي اف الجي 2 سو جي 2 ويل نيفر بي اكستاند. اكل حل لما اقتنعت تقنع حالك في البيت. في شيء اسمه كونسيستنت كونسيستنسي، اخذنا عن الاوبتيماليتي اخذنا عن الادمسابيلتي، في شيء اسمه الكونسيستنت. شو يعني كونسيستنت؟ بنقول اهيوريستيك از كونسيستنت فور افري نود ان every successor in the branch of n generated by any action n. يعني باختصار دائما 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 هاي المسافه اكثر من هاي المجموعة. اذا لما انتم بتساووا مثال وطلع عندكم انه المسافه من هذا البول من بير زيت لرام الله ستريت لاين ديستانس، ومن بير زيت لابو كش من ابو كش لرام الله دائما ستريت لاين ديستانس من بير زيت لرام الله اقل اقل من اقل او يساوي اقل او يساوي يعني أول بس يعني لما واحد بيعطيني هذول الأرقام طبعا أنتم سدكتوني لما أعطيتكم هذول سدكتوني صح؟ هذول لازم يكونوا كونسيستنت. شو يعني كونسيستنت؟ يعني هاي بشرح لها يعني فهمتوا علي؟ يعني هاي وهي الفوائد تبعها تقراوا في البيت بدري زين هلا هلا اذا اف الان از كونسيستنت الاس ستار اوبتيمال، اذا مش كونسيستنت مش شرط يكون اوبتيمال. مفهومي؟ طيب هلا الاوبتيماليتي اوف اس ستار للي بده يفهمها يا شباب اي ستار اكسبانس نودز ان اوردر اوف انكريزنج فاليو. هلا بس بدي اورجيكم تصور لكم كيف الاس ستار بيشتغل، انه هو زي اللي بكسر الخارطه زي اللي بكسر الخارطه، ومش بنكسر الخارطه زي اللي بكسر الخارطه لمناطق. يعني انا هيك بروح بهذا الاتجاه وبصير كل ما بكرر اضيق كل ما بكرر اضيق مزبوط. فهمتوا علي؟ ف بدي اجي من هون لهون انا بمشي هون بوسع بعدين يعني طلعوا هاي الاشياء اللي استعملتها في الاخر. ف gradually adds if contours of nodes contour i اي contour منهم has all nodes with the if يساوي if i. الفكره بس اني اورجيكم انه زي اللي ماشي وضمن مجال معين، هذا المجال على فكره بيفتح شوي شوي بس باتجاه الهدف. The number of nodes within the goal contour search space is still exponential. يعني هذا الفانكشن شو مالها؟ exponential. مع انه منيح. With respect to the length of the solution. هلا هو كيف exponential؟ شو يعني exponential؟ يعني كل ما زادت عدد النقاط كل ما انت ابعدت عن الهدف انجاز التعبير بزيد اكسبوننشالي او نسميها الجنريتد نودز بس اتس بيتر ذان اذر
algorithms أو better than algorithms، يعني حتى لو في مشاكل بعده بس لسه better. Frequently space complexities is more important than time complexities. هلا المشكلة إنه إحنا لازلنا نخزن بالذاكرة إيش كثير، وإذا نبحث إذا بدنا نبحث عن الطريق القصير باستخدام الجوال الموبايل تبعنا، الذاكرة مرات مهمة كثير 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 كثير. بدناش نقول أهمية طبعا، بس يعني هلا كومبليت إذا في سوليوشن بجيبه بجيبه، unless there are infinitely many nodes هناك بصير لوكس، بس بس فوق كومبليت. Exponential because all nodes اللي إلها الـ F الـ N أقل أو يساوي الـ optimal path cost كلها بنعملها جنريت. Keeps all nodes in memory ولا لا؟ برميش كله بتخزن بالذاكرة، ولا الذاكرة مهمة؟ لأن مشكلة أهم شيء فيها على فكرة إنه really optimal يعني. Who can propose an idea to improve time or space complexity؟ يعني إنه ممكن يعمل اقتراح على ذلك. بس من ليبيا، بس من ليبيا يرجع كيف يعني؟ لما يجي يعمل تشيك على الاوبشنز اللي عنده باتس الخيارات اللي عنده، يجمع بين الجي جي وبعد ما تشيك على الهيورستيك والاكشوال خلص ما يبحث معه اللي مش عارف انه تخطاه، يعني الليفلز اللي قبل ما يبحث يمكن هذا يخليه موافقة. طيب هذا هيك مو بقول بس موافقة، ما عندي أفكار يعني ما تحفظ الفن كثير اللي مريت عنه خلص اللي مريت عنه. طيب ما إنك مش انا عملت ده شغل
بشكل عام ورب او على نشر التفصيل. شايفين هاي الصورة مشيت هيك 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 هيك، لقيت انه بديش هاي، بدي اروح على هاي. شو بساوي؟ خلص بسجل اخر رقم لقيته هون وبمحى هذا الثالث وبمشي. هيك اضطريت ارد ارجع صح؟ خلص بمحى هذول هذول وبسجل اخر رقم اكمل رقم فيهم ورد اكمل. خلينا نشرح بالتفصيل، خلينا نشرح بالتفصيل. هلا انا في اعراض 449 447 وهلم جره، جيت انا كملت كملت كملت، جيت لقيت 413. على فكره انه اقل هون وانا هون، مش بدي انا امشي بهاي الطريق لما جيت امشي بهاي الطريق بعد كل نوت بعملها اكس باب. هلا في 339 447 449 انا بحمشي بهذا، بس انو اللي هي نفسها 413 انو اللي بقي اللي اذا بطلت عن هاي حرجع له، اذا بطلت عن كل الطريق هاي 447 بسجلها هون. هلا ماشيت صار عندي 646 415 526 413 وين بدي امشي؟ طبعا هون صح؟ طب اذا ما مشيت شوي وين بدي ارجع؟ على انه ارجع 415 بسجلها هون. منيح؟ هاي هلا مشيت فيهم الكيل قديش؟ 417 وهي اكثر من اللي لو ارجع بلكي. فشو بساوي؟ بشكون هاي ببطلها 413 فبتصير 417 لان هاي بتكلف عمليا هاي وكانك تقول هاي الطريق اللي مشيت فيها بتكلف 417. فوين باجي؟ على 417 بمشيت فيها. هلا بس انا كمان سجلت هون شو؟ انه انا لو بدي ارجع برجع على 417. شو يعني معناته؟ يعني انا في عندي بديل اسمه 417، اذا بديل اقل اكثر منه برجع بمشيش برجع. فبمحى هذول الثنتين او بمحى هاي بمحى من الذاكره وبسجل هون شو؟ 450 لانه هاي الطريق بتكلف 450. فبرجع على 417 بعرض اعملهم افتحهم اخرى مره. بهاي الحاله بسكر وبفتح حسب الحاجة. وفرت أحالي من الذاكرة لا شك. بس الجنة في هون سمعت بريد رفت يوم جنة بريد مرة ثانية. طيب يعني كأنك أستاذ قللت الذاكرة حسب الثانية. هلا مرات مهم. أحيانا بيكون هذا يعني تقليل الذاكرة أكبر من حسب الأبلكيشن. ف هذا ريكيرسيف بيست فيرست سيرش تشالنجز اتس ماين فيري اوفن ان براكتس. This is because the if equal يعني if the g زائد h becomes more accurate as we approach the goal. مزبوط؟ Hence higher level nodes have smaller if values. طيب في هلا عندي سؤال حد هون؟ خلينا في حدا عنده سؤال؟ في حدا عنده سؤال؟ فيش انت ولا واحد سؤال؟ طيب ظل علينا حنشرح بعدها الجوريثم، بس بده هذا الكلام كله يكون مطلوب بالمشروع. كل الالجوريثم بناخذها، كل الالجوريثم بدي له سيميوليشن في المشروع. كل طيب فالمره الماضيه اخذنا ايش شباب اللي هي ريكيرسيف بيست فيرست سيرش وكمل الاستار. هلا لاحظوا البيست الريكيرسيف بيست فيرست سيرش هي عمليه تحسين للميموري. بدنا ناخذ واحد جديد اللي بنسميه ام اي ستار يعني سمبل ميموري باوند ستار. هذا الجوريثم جديد
على الذاكرة. كل الفكرة هون شيء، كل فكرة تتلخص كالتالي، إنه هو إستر بس حجم الذاكرة محدود جدا، فكيف نجذب حجم الذاكرة صغير؟ ملاحظين؟ قبل ما أشرح شو هو، خلينا نأخذ ديمو. تخيل عندي هاي الباب، عندي هاي الشجرة، وانت بدك تطلع من هون، بدك تروح على بورد من هذول البوردز المعلمة زي F و D و J و I. هلا بس ودي الباب ايه، مش شايف كل التفاصيل والله، بس عنده اللي هو المسافة اللي مشاها لحد الآن البورد زائد straight line distance. يعني هون كده مشى الجول لسه ما مشاش صفر، كده بعيد عن اقرب جول 12. هون بي كده مشى 10، كده ضايل بعيد عن الجول ستريت لاين ديستنس 5، نفس الشيء. مثلا هون ستريت لاين ديستنس مثلا، فاحنا اللي بنسويه هلا انه بنحاول نشوف كيف بدنا. يعني هلا مش بتعرف تستعمل الاي ستار هون؟ بتعرف تستعمل الاي ستار؟ كل استاذ في شيء غريب علينا. الأمثلة اللي أعطيتنا إياها زمان يا أستاذ كانت جول واحد، هون في أكثر من جول. ستريت لاين ديستانس أقرب، هلا أقرب. على فكرة إذا لاعب ببطل أقرب ولا لا؟ أنا معطيك إياها في هاي الماب. هلا هذا إيه ستار، هذا إيه ستار لو بدك تدخل. هلا اللي بيفرق لما نقول ميموري باوندد، ميموري باوندد كديش حجم الذاكرة؟ قل لي مثلا إذا أنا بستعمل جوال آيفون 5 الذاكرة تبعته مش بطالة، بنعمل حجم الذاكرة كذا. بس إذا بستعمل واحد نوكيا قديم عمل روت نافيجيشن سيستم عليه، حجم الذاكرة تبعته كثير صغير. فكل وبدنا نحط كمان في برامج ثانيه، قديش بدنا نعمل الوكيشن او اساينمنت لبرنامج النافيجيتر، بجوز نختار مثلا ما بعرفش 10 كي ماكسيمم انترنت، لانه يكون اصلا هي دوب كلها 128 كي او 100 كيلو بايت. فانا بدي اورجيكم هلا كيف نستعمل الاي ستار هون بس بالميموري باوند. هلا نستعمل اللي بنسميها الويندو، انه بس نسمح له ثلاث خانات، هيك ثلاث خانات نسمح، يعني ثلاث نوتس ذاكره تبعتنا حاطينها ثلاث نوتس بس، هاي متغيره، ثلاث متغيره حسب الابلكيشن. فانا وين؟ انا في ايه؟ قديش بعيد عن الهدف؟ 12 ستريت لاين ديستنس. انا في الهدف؟ لا. اعمل اول اكسبانشن، بتعرف شو انت اصلا تروح يمين المشروع، تعمل اول اكسبانشن. قديش اول اكسبانشن فيه؟ 10 10، ها فمشيت على بي، خلينا نقول بي قديش بعيد عن الهدف؟ 15 10 و 15 صح؟ بي قديش بعيد عن الهدف؟ فعليا 10، مش فعليا، مش فعليا هيوريستيك فانكشن. بي بعيد عن الهدف المسافه اللي مشيناها من اي لبي زائد ستريت لاين ديستانس من بي لا احد الاهداف. نعرفش انا واحد وليه كمان مره بعيد من المسافه اللي مشيناها هون قديش؟ 10. طيب زائد الستريت لاين ديستانس 5. اذا قديش بي بعيد عن اقرب هدف؟ 5. ليش 5 ستريت لاين؟ من وين 5 ستريت لاين؟ 10 زائد 5 ستريت لاين ديستنس، قصدك هاي 10؟ 10
اكرم هدف. هذا المسافر حكي كله بمشيئته. بس قديش مخزن عنده في الذاكره جوز؟ يعني اكتشاف الوعي قد يكون لك من ورا جبل. أكبر أو تساوي. فبالتالي أنا في A بس ما شفتش إشي أول مرة، فأنا في A. أحسن إشي بشوفوشهم. أحسن إشي لأنه هو بالضبط الكمبيوتر ما بشوفشهم. ما عندوش الكمبليت بيكتر. الكمبيوتر شو بيساوي؟ شوف إيه. أنا بالهدف؟ لا. أول لون بروح له. كثير بعيد عن الهدف؟ 15. شو اسوي؟ اكمل فيها ولا اروح على جار على اختها؟ روح على اختها. قديه؟ لسه سؤال، قديش نود في الذاكره لحد الان؟ اثنين مسموح لي؟ ثلاثة. بروح على جي. قديه بعيد عن الهدف؟ 13. اها اوكي. هلا سجلتهم طبعا 13. هون سجلت 13. هلا اذا بدي امشي، على فكره انا واحد بدي امشي على جي، على جي، بس اذا بدي امشي ذاكرة بتسعش، فشو بساوي؟ بمحي الورست نودز عشان احط مطرحها، او بمحي الورست نود عشان احطها. لما تنتهي الذاكره نمحى اسوء وضع، ندخل مطرحها واحد، بعدين نرد اخرى مره ونمحى اسوء وضع وندخل مطرحها كمان مره. فانا في جي هلا، وانا هون بدي امحى، فبمحى بي وبخزن اللي محيته، اخر واحد محيته بخزنه في الروت، بخزنه في، مش دائما بالروت، بالروت تبعه، بالروت تبع النود اللي محيته. منيح. بعدين رحت، شو الكيل؟ اتش. قديش بعيد عن هدف اتش؟ 18. قديش اتش بعيد عن هدف؟ 18. هلا قديش نوت في الذاكره؟ 3. طب شو اساوي؟ امحى مين؟ اول شيء شو لازم اساوي؟ قبل ما امحى شو لازم اساوي؟ لازم ارجع، ارجع على على وين؟ يفحص اذا بس اتش. لانه جي كانت بعيد عن هدف 13، قد يكون النود يعني اخت اتش هي اللي اقل. بدي اجربها مزبوط؟ فبدي امحى اتش عشان احط مطرحها هلا النود الثانيه تحت جي. وليش ايوه هلا وين بسجل؟ شو 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 اسجل؟ هلا طلع ليه وانت مسجل انفينيتي؟ انفينيتي از جيفن تو نودز ذات ذا باث اب تو ات، الباث اب تو ات يوزز اول افيلبل ميموري. اول افيلبل ميموري يعني عشان اوصل لها لازم اعبي ميموري؟ لا هلا انا بحط انفينيتي يعني ان ديتيرمين، ها اذا كان اللي بدي انا اروح، اذا كان هلا اللي بدي امحاها تلزم، مش تلزمني، اذا اللي بدي امحاها اذا اللي بدي امحاها الباث تبعها عم بتذكرها كلها، الباث تبعها مزبوط. فشو بساوي؟ انا بمحاها بس بحط عند ال 13 حد ال 13 انفينيتي. هلا انا رحت على اي، اي قديش بعيدة؟ 24. اها طب ما هي اي هدف، اه بس ما هو الاس بدوش بس على هدف، ليش بدور؟ على الاقرب هدف، وبالتالي صح له، وبالتالي وين صح له يروح؟ الاي ستار سوري الام اي ستار صح له 15 منهم. فحتى لو اجى على هذا الهدف، هذا الهدف قديش بكلف؟ 24. فبمحاه
حط ال 24 هون. بحط ال 24 هون، فصارت دي ببها خلص بوصح لي 24، فأنا هلا قدامي نود شفت إنه إذا جيت بهاد هون بوصل هدف بكلفني 24، وهون بوصل بكلفني 15، فهون بروح فبمحى كبير ما أضيفه وما ذاكرة مليانة، فبمحى جي وبعمل باقة ال 24 وين؟ فوق. مزبوط؟ يعني شو معنى فوق؟ يعني انه هلا بعدين بحط سي. ليه؟ يعني بمعنى اخر انا شو اللي سويته؟ ولا شيء، انا اللي محيته من هون بس سجلت انه اذا بدي ارجع صح لي ال 24 باختصار ولا شيء. كررت لا ما تكررتش لا استمرت معنا سابقا اللي هي في A وبعدين صارت A 15 طيب اللي هي من وين اجت 15 اللي هي من ايش من هان في هي صح اوكي كلامك صح ثلاثة تكرر بس اللي بيختلف القيم اختلفت كل مرة طيب ولما محينا بي اللي هي 15 كمان مرة لما بالرسم الثالث الرسم الثالث عندك ايه 13 وبي 15 وجي 13 مزبوط بروح في محينا بي محينا بي وخزنا قيمتها عند ايه صارت في الرسم الرابعة 13 وبينما كنت 15 صح صح في الرسم اللي بعدها صارت ايه 15 وكمان بينما كنت 15 هاي 15 الأولى من وين اجت كمان مرة أنا هاي 15 في أول رسمة في السطر الثاني مش في 15 بين البيت 15 برا قصدك عن هاي 15؟ 15 بين البيت هي 8 دي والبرانية ما نجرت ليش ما قدرنا 13 حتى 15 كأنه قيمة اتش طلعت لأنه الكيلة 24 يعني ايه اللي هون هلا بيعرف انه لما ليك 24 طلع هون خلينا 13 15 لانه 13 اقل من 15 بس لما لقينا 24 معناته نرجع ل 15 نرجع ل 15 فاللي حنرجع له ال 15 اللي هي قيمة اتش يعني اتش ال 15 قيمة اتش ولا بي؟ بي لا 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 قيمة بي هي مش قيمة هلا هاي اول رقم معناها اللي بيروح عليه والرقم اللي هو معناته اللي عمل له باقه يعني اللي ما حنقول تبعته اللي بيروح عليه هو نفس اللي عمله هل اللي بيروح عليه نفس اللي عمله نعم صح ف 15 على 24 وين بيروح هلا 15 وكل ما يروح شو بيساوي يدين حنا 24 فبروح شو بيساوي شو القيمه اللي محاها 24 سجلها هون وبروح ال 25 او 25 والباث لإلها فل يعني انفينيتي فشو اللي بده يصير هلا؟ بده يمحى سي لأنه صح له 24 بده يمحى سي من الذاكرة وحط يعني بروح على جارتها اللي هي هون الدي راح على الدي صحيح عندها 20 هلا لا كمل خلينا نقرا شو ال هلا هلا هو قديش كل لما راح على الدي قديش التكلفة الحالية؟ 20 قديش المجموعية؟ 24 هلا بي انا بس بدي افسركم كل الارقام اللي هون هلا في دي بيسال حاله لقيت الهدف؟ هاي الكلام اللي شرحته كله فصل جبت لكم اياه حتى في الكتاب ها ستيب باي ستيب ليش والى اخره هلا نرجع على الكاركترستكس تاعت هذا الالجوريثم فبنقول هو بالضبط زي الاي ستار
بس ايش الميموري تبعته بدها تكون فيكست. فاحنا بنعطيه قديش نوت مسموح له يستعمل وبناء عليه بحدد سلوكه. هو مثل الريكيرسيف اللي هو هاد وي ريمبر ذا ليست البرانشز اللي بنروح عليها او اللي بنمحاها بنخزن قيمتها. بس هناك ما كانش ميموري بعمل. هناك الفرق بين هذا وهذا، هذا الذاكره تبعته ثابته، هذاك ما كانش الذاكره تبعته ثابته. خفف من الذاكره بس لسه الذاكره كانت مفتوحه. ستيل التايم تبعه اكسبوننشال. ممكن بدك تروح ترجع بس ما هو تعرف برضه حلو نلقى الالجوريثمز بتشتغل بذاكرة صغيرة جدا. لاحظ علي. طيب فالاس ام اي ستار والسمبل ميموري باوندد اي ستار از ذا شورتست باث الجوريثم بيست اون اي ستار. ذا ادفانتج اللي هو استعمال الميموري له نفس الاذر كاركترستكس تاع الاي ستار. مضبوط ولا لا؟ طيب هلا لسه ما هو نفس الام بس هو ضفر الام. هو نفس ال لا صوت اس ام كانت بالام. سوري مرات انا بستعمل اس ام ومرات ام. نفس انا متاسف اذا حدا بذكرني بمحامي بس بظبط السلايدز. فهو كومبليت اف اف ايش؟ الميموريز هاي. يعني اذا في زي الاستا اذا في هو كومبليت يعني برجع اذا في جواب برجعه وين ذا؟ اذا بتعطيه ذاكره اللي يقدر يدور. اوبتيمال اف الاوت ميموري از هاي انف كورس. ويل يوز اول ميموري افيلبل بيستعمل كل الذاكره اللي معاه. وكل ما كبرنا الذاكره كل ما تحسن كفاءة الالجوريثم. مظبوط؟ طيب هلا بنلخص بنقول في المحاضرات السابقة أخذنا اللي بنسميه الـ Uninformed Search Algorithms واللي ما أنتم بالنسبة لكم ما كانش فيها نوع من الذكاء. Algorithms عادية. بعدين دخلنا في كنا بنستعمل معلومات قد تكون مفيدة نحسن على عملية السيرش لأنه قاعدين بنحل أو بنواجه مشكلات معقدة. وأخذنا الجريدي من هاي الألغوريثم الجريدي. وين ما تورجي أقل بالحكك. بعدين أخذنا الإي ستار إنه بتطلع على الهيستوري تبعته. ف وبعدين حصلنا على الذاكره ريكيرسيف. وبعدين ردينا عملنا الرابع اللي هو السمبل ميموري باوندد اي ستار. اوكي هذول الاربعه اللي بنسميهم هيوريستيك بيزد الجوريثمز. هيوريستكس كلمه الهيوريستكس هو هي السر. كلمه الهيوريستكس هي السر. اسهل شيء الواحد يفسر الالجوريثم زي هيك بنافيجيشن سيستم يعني على الطرق. بس احنا مرات نحل مشكلات اخرى زي نلعب جيمز برضه ندور على حلول ندور على يعني it's a problem solving by searching. وبالتالي بقدر استعمل straight line distance في المشكلات الاخرى. لا كل مشكله بدها الهيوريستيك تبعها. بدنا ناخذ هلا شويه معلومات عن قصة الهيوريستكس. يعني هلا مش نعطيكم الجوريثم حنشرح مبدا الهيوريستكس. لو في عندنا البازل منو بيعرف البازل؟ ها عندي انا هون بدي اخليها هيك منيح. طيب كيف شو الهيوريستكس اللي اسويها؟ هلا في اقتراح مثلا هذا جزء انت تطلع فيه هيوريستيك ثالث احسن
هيوريستيك فانكشن كانت احسن. بس احد الهيوريستيكس اللي هو قديش قطعه من هذول قديش رقم مش في موقع. هون كم رقم مش في موقع؟ كلهم عدد اثنين؟ أو في إشي بنسميه، في إشي ثاني ممكن نفكر فيه في هيوريستيك ثاني. أو أول شيء أفسركم الأول، يعني كم واحد مش موقعه؟ معناته لما أجي أعمل موف بدي اشوف اذا صار في شيء بموقع، كم واحد صار بموقعه؟ اذا العدد زائد الهدف انه كل شيء بموقع. هذا الجول. في فكره ثالثه للهيوريستيك الثانيه بنسميها توتال مانهاتن ديستانس، اللي هي نمبر اوف سكويرز فروم ديزاير لوكيشن تو تيل. يعني هذا كم واحد بعيد عنها هالموقع؟ بدنا نقله هون هون وهون. أول أنت حق. سبعة صفر. يعني سبعة خمسة ثمانية ممكن. هي نفس يعني إذا كان له العدد. كم ستيب بدي عشان أعمل السبعة تروح لموقع. بعدين كم ستيب بدي لاثنين عشان تروح على موقع. يعني كم ستيب بدي عشان مجموع كل هذول. ففي عندي انا فانكشن h1 وفانكشن h2 هاي مثلا كم واحد مش موقعه؟ 8. هون اللي هي 3 1 2 لا يعني بهذا الوضع لا كده بعيد عن الجول. هلا قديش بعيد عن الجول؟ مش ستريت لاين ديستانس، معادله معينه اللي هي ما ال مانهاتن ديستانس تمام مش ستريت لاين ديستانس. فهاي عندي فانكشن وعندي فانكشن، انو استعمله انو احسن؟ بناء على ليش اساس البنتين؟ معلومات أكثر لكل قطعة بعضيها يعني القطعة الثانية مثلا. هلا أنا هون بدنا نشرح كيف نفرق بين USD و USD function. كل واحد منكم بيطلع بUSD function. USD بنقول إذا USD function أكبر أو يساوي USD function بس لمن لكل حالة مش لمرة واحدة. يعني بهاي بهاي ستيب الثمنتاش أكبر من ثمانية H2 أكبر من M1. طيب في وضع ثاني كمان دائما في كل الحالات بيكون H2 أكبر. يعني افرض انه في عندنا سيتنج ثاني دائما H2 بيطلع رقم اعلى من رقم H1. طبعا بوث لازم يكونوا ادمسبل. تعرف شو بهاي الحاله بنقول H2 دومينيتس H1. لسه ما قلتش انه احسن. قول H2 ديمونيز H1. H2 is better for search. ليش؟ لأنه متضمن معي إنه النوتس اللي بنروح عليها أقل. تخيل انه في عندنا مثلا هون دي 12 اللي هو دي الدبث، حفظنا
هلا اذا عندنا اتش 1 اتش 2 هذا بيعمل هكذا نود هذا هكذا نود. هلا اتش 1 هون بكى 227 على وهاي المقابل 73 اتش 1 اعلى مظبوط؟ انا واحد انا واحد وقفت يعني يعني قصدي سوري يعني لو انا ورجيتك للكريت دي للسيرج بالاكزامبلز اللي خلناها زمان لو ورجيتك فانكشن وكمان فانكشن تو هيورستكس واحد مثل هكذا وواحد مثل هكذا انا واحد بتوخذ اقل نوع اقل الاقل نوع شو يعني؟ يعني يعني أنا أجتو هون يعني إن جاز التعبير What do we do if we have H1, H2 but none dominate the other مش دائما يعني هون شو الكلام كان إذا كان H2 dominate H1 H2 بقوة أحسن بس انا والله طلع عندي يا جماعه اتش 2 واتش 1 ولا واحد منهم دومينيت ذا اذر وان مره هذا على مره هذا على الارض شو اساوي؟ هيك السؤال ناخذ اكثر الحالات شو اساوي؟ ما بتفرق لا بتفرق اللي بسويه ان بعمل فانكشن جديد ثالث نفترض انه انا عندي ان من سوري ام من الفانكشنز ولا واحد احسن من الثاني بعمل فانكشن جديد هذا الفانكشن برجع لي في كل مره الماكسيمم لا كل واحد منهم في كل حالة دمجوا يعني مرة في وضع إن ما هي في وضع معين بشوف أنه على واحد وبأخذ الكيمة تبعته في الوضع الثاني بجوز طبعا بجوز بقى H1 في المرة الثانية على واحد بجوز بقى H2 فهمت علي؟ طيب هيك صار عندي فانكشن لكل حالة بدي أشتغل عليه لا هيك صار عندي فانكشن في كل الحالات بيعطي على رقم اللي هو اتش ال ان دائما اكبر او يساوي اي واحد منهم صح؟ ممكن يكون اتش 1 لجميع الحالات ما فهمتناش ممكن يكون اتش 1 لجميع الحالات ممكن اتش 1 هي ماكس فبصير اتش مو مش احنا اذا عارفين انه اتش 1 اعلى من كل هذول خلص نقعد اتش 1 حتى لو مش اقرب مش اعلى بس عارفين لو انه انا كان اخذنا على واحد بس احنا شو بدنا نسوي؟ اذا ما مره هذا ومره هذا فانا بعمل فانكشن جديد باخذ الماكس واضحه؟ طيب هلا الكتاب بناقش قصه طب انا كيف اطلع في الهيوريستيك فانكشن؟ يعني انا بعطيك مشكله كل ما بعطيك مشكله في هيوريستيك فانكشن صح؟ طب يا استاذ دلنا على طريقه اللي بسرعه نكشف فيها هيوريستيك فانكشن نعرف او حتى الكتاب رايح طريقه ابعد كان وي وكان ماشينز انفنت ادميسبل هيوريستكس اوتوماتيكلي يعني الكمبيوتر يكتشف هيوريستيك فانكشن انا اعتقد انه هذا كله كلام مش سهل نعم يعني بصراحة هذا كله بيت من ألبس تبراكس بس زي ما بقول الكتاب في إشي نسميه ريلاكس تبراكس يعني فتح مخك إنجاز التعبير شو يعني ريلاكس تبراكس إنه فكر تعمل مثلا هيوريستيك فانكشن طب كنت بجوز لو يجي هيك مسموح له الروض مسموح له مثلا يعني فكر
لما تكون البروبلمز ريلاكس يعني ليس كونسترينت يعني انت تضغطش حالك مرات في الروز تاعت الجيم والسيرش او الاخير بس ما فيش شيء ثاني بصراحه. طيب خدنا لحد هلا خلصنا الهيوريستيك كونشنز. اذا اخذنا السيرش الجوريثمز هذول الكلاسيكي اللي مش ذكيات اللي سميناهم ان انفورمد سيرش. بعدين اخذنا الهيوريستكس سيرت وهلا ايش نساوي؟ بناخذ نوع ثالث من السيرت الجوريثمز. هلا في مشاكل مرات تواجهنا يا شباب بحب دائما انا انط على هاي الرسم ما بعرف ليش. هلا لو انا بدي اعمل سيرت على كيف بحكي لكم؟ مرات انت ما سيرتش على وضع بتحسن وضع معين. وين احسن نقطة؟ الجلوبال ماكسيمم مثلا هون. ها؟ هذا لو انك انت بتعلم بالغيب وفتحت الغيب وشفت قلت لو صح لي ابكى هون. بس مش مرات المشكلة بكل شيء ستيبس. انا بس بدي احسن وضعي. انت هون ها وبدك تدور على اعلى نقطة تقدر توصل له في وضع في اوضاع زي هيك بدك اللي بنسميهم نوع جديد من الالجوريثمز اللي بنسميه لوكال سيرش الالجوريثمز. فالماني اوبتمايزيشن بروبلمز ذا باث تو ذا جول از ايرليفنت. انا بديش الباث انا بدي احسن وضعي. فهمتوا علي؟ يعني بضرب لكم مثل لو انك انت بتفاوض وبدك تعمل ديزيشن سبورت سيستم انت بالمفاوضات في 100,000 فاكتور تحطهم على الاعتبار صح؟ وانت الان بوضع تقول لو خلينا نقول اثنين بتفاوضوا وبتفاوضوا على شغله هلا كل واحد طبعا حاط الجول في راسه بس بيلعب مع الطرف الثاني. هلا انت قلت لو اقترحت عليها كذا هي حيكون جوابها كذا او كذا او كذا او كذا مش زي الجيم مش ديتيرمند او مش ديتيرمينستيك مرات. ولو ارد اقترح عليها كذا وكذا بجوز ترد كذا وبتعمل شجره طويله من البوسيبيليتيز. طب انا بدي احسب في الاخر بتحسن الجول سوري بتحسن الموضع مش مهم سوري انا عرفت الجزء المثالي لانه بعنينا هون في المثال تبع بعنينا البعض انه لازم تقترح عليها كذا عشان تقترح على كذا عشان تقترح كذا بس في اوضاع معينه ثانيه ما بعنينيش البعض ما بيعنيني البعض انا بس بحسن وضعي. لاحظين زي انا بدي اضرب لكم مثال اخر سويناه احنا كنا نسوي في الالجوريثم هاي انا شيء حقيقي كنا نسوي في الالجوريثم الالجوريثم له حوالي 20 30 بارامتر وال 20 30 بارامتر هلا طب نحط هذا البارامتر قديش بدنا قديش نحط قيمته يعني احنا بنعمل سيرش زي السيرش انجن زي السيرش انجن واحنا بنعمل بالسيرش هلا في كثير اعتبارات اعتبارات كثيرة فأنا عندي حوالي 30 بارامتر لو أحط الفاريبل ها A أحطه مثلا 7 بالعشرة وفاريبل 2 أحطه 3 بالعشرة وفاريبل 3 أحطه 9 بالعشرة طب منين أجيب الأرقام؟ ما أعرفش فأنا بدي سيتنج معين لكل
الارقام، لانه مرات كل رقم اذا زدته بياثر على غيره، صح؟ لو واحد يعطيني، يعني هيك انا بلغي ويعطيني كل واحد منهم قديش لازم يمكن عشان دائما يكون البيرفورمانس تبع الستيج افضل شيء. هلا بيعنيني الباث هون؟ بيعنينيش. بيعنيني انا ايش؟ كيف احسن وضعي؟ بس يعني يا طبعا يا ريت اروح على احسن وضع، بس انا ما بقدرش اعرف وين هو احسن وضع. فانا كيف بدي ادور تبني احسن وضع؟ هلا الستيت سبيس هون ست اوف كومبليت كونفجريشنز. الستيت سبيس يعني ما اخر كلش مرات من شجره من وبندور على السوليوشنز فيها او الجول فيها زي ما كنا نشوف قبل شوي. ف وي تراي تو فايند كونفجريشن ساتيسفاينج كونسترينتس. زي مثلا كمان الان كوين، تعرفوا الان كوين لعبه الان كوين؟ بحاول افسر لكم اياها بعد شويه، بس انا اسوء واحد بالجيمز، عمري في حياتي ما لعبت جيمز. او لا او عشان اكون صادق لا يتعدى طول حياتي نص ساعه صرفت على كل انواع الجيمز بس هيك، او ساعه في كل حياتي بلعب جيمز. ف بدرس مرات جيمز بس طلاب علموني كل لعبه شو قواعدها. In such cases, we can use local search algorithms by keeping the current state, try to improve the situation. في algorithm زي هيك الميموري عادة مش كثير من دم الكونسومشن للميموري. استنيش نقول. We want just to find a reasonable solution. طيب انا رايي تكرروها، يعني هلا مو انا بدي اورجيكم ثلاث الجوريثمز وانتم هذا بتكرروا لحالكم. فاول اول الجوريثم بدنا ناخذه اللي بنسميه هيل كلايمبينج سيرش. زي ما قلت لكم قبل شوي انت هون طبعا دير بالك انت مش شايف الرسم كله. وين تروح؟ كان شو رايك؟ وين نروح؟ هلا نطلع لتحت؟ او احنا في وضع مكان جزء مليح. اذا صرت انزل انا بعرف وين حالي وين انزل، ان انا بعرف ان انا رايح على هال بعرفش. طب اطلع باختصار الالغوريثم سوى كالتالي. بجرب اذا نيبر جار الوتر الفاليو بشكل عام اوفر اول فاليو اقل غير مطلوب. بعدين بجرب على الناحيه الثانيه احسن بطل. بعدين بجرب احسن وين انت بوقف؟ لما يصير ينزل لما اللي على يمينه واللي على شماله اقل منه. لما اللي على يمينه واللي على شماله اقل منه يعني continuously move to the direction of increasing value uphill. عمليا بيطلع على التلف. terminates لما بيوصل بيك، لما اللي على جنابه اقل من اثنين. بيحفظش شيء في الذاكره، بيحفظش اي شيء في الذاكره ولا شيء. بلزم؟ لا ما بلزمش. فهلا المشكله وين؟ المشكله انه تجيت ستوك بعلق على نقطة معينة زي هاي اللي بنسميها اللوكال ماكسيمم او اوبتيمم. بس لاحظي وين وين افضل شيء؟ الجلوبال يعني ما اللي بدي اقول لكم اياها. في شيء بنسميه لوكال ماكسيمم وفي شيء بنسميه جلوبال ماكسيمم في الجوريثم زي هذول.
اللوكال ماكسيمم اللي هو اللي هي الهيلز اللي هاي. الجلوبال لو انك بتعلم من غير تقدر تشوف اني اعلى واحد. طب ليش بعلم على اللوكال ماكسيمم وبعلم ايش بيقولوا؟ يا اخي من نفس الواقع يعني. لا 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 هلا لو انه هون بيجي هون بس فهمت علي؟ بعلم هو مش بيعلق بيعلق قصدي قصدي هو النتيجة اللي بيعطيك اياها ترنيس لما يوصل هون بيعطيك النتيجة وهو خلص بقول لك وصلت احسن وضع. تخيل لو انك انت استحضرت مثال اخر غير ال فهمت شيء بتطلبه من قبل شوية. لو انك انت بتعمل عملات بتبيع عملات بتشتري عملات انت على فكرة بتستعملها هلا انت لو انك بتعرف عمودة شهر وين الجلوبال ماكسيمم كان شو سويت؟ كان صرت مليونير اللي حترفع حتى لو هسه قاعد تنزل مظبوط؟ بس بنعرف الشيء فاحنا بنمشي على ربح يومي مظبوط؟ هلا هذه المشكلة طبعا هلا اللي بناخذ شيء ثاني نوع ثالث سوري تبع نوع ثاني في اكزامبل عليه هاي الان كوين ان وهذول كوين شو معنى كوين؟ ملك ولا ملكي؟ ملك ملك هاي هون ارض في ملكات فاللعبة اللي بده يلعب بده هذا الوضع مش منيح الوضع الاحسن هيك انه فيش على السطر هذا ولا ملك الثاني ولا على السطر هذا ولا غيرني على هذا الوضع يعني هيك وهيك 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 هلا هون في مظبوط يعني هاي توكل هاي او هاي توكل هاي او هاي توكل هاي هلا لاحظوا الوضع اللي انا قاعد بحسن فيه انه انا في عندي اتش اتش بتساوي 5 ليش؟ بدي 1 2 3 4 5 5 ضربات او 5 كونفليكتس احنا بنسميهم هون هون الوضع ها 2 فانا بدي العب فبشوف انو اللي بحسن وضعي بس بقدرش اناور لاني بقدرش اعرف الجلوبال ماكسيمم مظبوط؟ ف هاي بترك لكم اياها السلايد مش مني هاي بتقدر تسوي حالكم في البيت انا يعني كل ما بشوف مثال بجيبه بحطه في السلايد عشان الطلاب يوصلوه مش عشان اشرح لكم اياها نفس الفكره نفس الفكره كل رقم هون يعني ايتش نمبر انديكيت اف وي موف اكوين and it's expanding coil هاي قيمة كديش كونفليكت إذا بتجيب كوين هاد ولا ما بعرف مش متأكد بالضبط بس هي كوين بالضبط هي خليك يو ويل كونفيجر ات مش عارف كونفيجر ما نشرح لها الالجوريثم الثالث شو اسمه؟ سيميوليتنج انيلينج الالجوريثم اها شو بيساوي؟ شو مشكلة هذاك الالغوريثم؟ شو مشكلة هذاك الالغوريثم؟ بقدرش اروح على الجلوبال بعرفش الجلوبال هلا كنت استاك في اللوكال ماكسيموم هذا شو بيساوي؟ بقول لك انا بديش افحص بديش اطلع على جيراني انا بدي ارمي راندوملي وين اروح راندوم طيب مش راندوم بالنسبه هلا بنشوف فبضرب تخيل نرجع على الرسمه هذه يعني مره بده يجي هون حسن مضروب لا لا طيب بيجي هون حسن مضروب اجا هون حسن مضروب طيب اجا هون حسن مضروب اجا هون حسن مضروب لا طلع
كمان مره كمان مره انا هون حصل الوضع انا هون بضرب اجى هون حصل الوضع لا لا معناته بنت كل شغله بتروح اجي هون حصل الوضع 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 لا طبعا ما راح فبيضل يضرب 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 كايش هلا خلينا هلا بعد خليها تشتغل تا بضل يضرب تا شو اذا حسن مضروب هذا الالغوريثم بوقفش عند لوكال ماكسيم لو صح له يضرب كل البوسيبيليتيز كان راح على جلوبال ماكسيم نرجع عليه انا لازم احتاج حصل عشان اشرح عليها To avoid being stuck in local maxima, it tries randomly, but not randomly. It's using probability function. هلا نشوف. To move to another state. If this new state is better, it moves into it. Otherwise, try another move. And so, هلا. يعني بمعنى أحد each state simulating annealing heuristics consider some neighbor خلينا نقول بروح عليها اللي هي مثلا S prime the probability statistically decides between moving the system to S prime or staying in state set modes هلا في صراحة أنا مش أدخل بالتفاصيل بس هذا الألغوريثم الفانكشن اللي بيعمله جنريت وين أروح كمان مرة أوكي هو مش كثير ذكي إذا بدكم بس في ظاهرة كويسة اللي لها علاقة في قصة الأنين هاي بالمعادن إنه أنت عندنا حديد مثلا أو عندنا جلاس بنحميه ها فبنتكل الوضع فبحميه شوي شوي ببرده شوي شوي اذا مثلا جلاس اذا فهو مبني على ظاهره معينه بتعرفوا هو كل الالجوريزمز اللي عندنا بنحاول نحاكي فيها ظواهر معينه بركي يكون فيها نوع من الذكاء. Anyway, locating a good approximation to the global max minimum of a given function in a large search space. انا وسع باختصار لو وسع انه يضل يضرب فانت بتقول له اوكي مع مصدقي اذا بدك او مع مصدق ثاني حاول حسن وضعي تكون شفت كيف؟ هذا بدي اصرف اقراوا عنه لحالكم انا بدي اصرف وقت اكثر هلا على نوع جديد من الالغوريثمز اخر واحد هم مرات تدين منحنى بتحرك شو بينهم يعني انت مش شايف منحنى اصلا انت بالوضع اللي انت فيه انت اصلا مش شايف منحنى يعني خذ المثال اللي انا اعطيتك اياه احسن مثال بتوقعه انه انا انت عندك برنامج فيه 30 براميتر قيمة كل براميتر منها لها علاقة بتغير ب الاند جول بتغير بالاند جول وكل تغيير بتسويه بيخرب بجوز على غيره او بحسن عليه فبدك تعمل كالبريشن هلا عشان تسوي فانت انت بوضع يعني اعطيني قيمه كل البارامترز هلا طيب هلا انت بدك تعمل سيرش شوف طب غيرت لا غيرت كذا نقصت كذا غيرت كذا بدك تجرب وتشوف كيف الجول بيطلع ف
بكيفش انت شايف كل الالغوريثم؟ يعني لو انك شايف كل الالغوريثم اصلا فيش مشكلة معها. بس قد يكون كلامك برضو فيه نوع من الصحة، انه انا شوف سر الالغوريثم اللي هو يعني اذا بدك تحسن عليه حسب المشكلة تبعك، بدك تحسن على اللي هي البروبابلستيكلي يعني اللي هي ايش نسميها؟ بنسميها بي اللي هو البي البروبابلستيك فانكشن، وباخذ الوضع الحالي مع الوضع القادم مع الجول البارامتر تبعك مع الجول سموها البي. في له معادلة شوي بتحاكي اللي هو درجة الحرارة بالمواد وإلى آخره. بس اتس انترستنج لأنه في كثير مشاكل زي هاي بتنحلش إلا بالألغوريثم زي هاي. طيب جينيتك ألغوريثمز هلا بعرفش أنا عندي رسماتي مش ملاح بعترف ما صارش معي وقت أعدل على سلايدز أحسن مني بس كده. انتوا بتعرفوا كيف الخلايا انا بعطيك بشرحكم شغله اصلا انا بعرفش انا برضو بعرفش في الاحياء بس اكيد انتوا اشطر مني اكيد. في شيء اسمه كروموزوم. شو الكروموزوم؟ شريط. شريط مكتوب عليه اشياء. شو مكتوب عليه؟ جينات. هذا الشريط اللي بنسميه دي ان ايه؟ اللي بنسميه دي ان ايه؟ اها طيب هو شريط عندنا شريط مكتوب عليه جينات بعرفش قديش طوله. طيب هلا بصير في عمليه تزوج بين الناس الطفل اللي بيطلع ماله؟ نصه نص وقسم من بصير عندنا شريطين بلفين بعدين بنكسر بعدين قسمين بصير انكسر بس بيطلع مثلا قسم من الجينات من الاب وقسم من الام. وشو اللي بصير؟ انه انا عندنا اخذنا قسم من هذا الشريط من جينات وكأن طلناها حطيناها يعني من عن هذا الشريط ومن هذا الشريط اخذنا قسم من هون حطيناها هون مظبوط؟ هي نتيجه بتطلع. فبيطلع الولد الكروموزوم تبعه مثلا او الخليه اللي مكتوب جاي قسم من جينات ابوه وقسم من جينات امه مظبوط؟ صح؟ ولا انا غلطان؟ صحيح. وهنا هاي فكرة جديدة من الالغوريثمز. هلا أنا بدي أدور أنا بدي أخلي بدي أضرب لكم أول شيء مثال بيولوجي. بنتي حبتي بندورة تصير هالقد. فأنا بدي أخذ حبتين بندورة أو سوري جينين يعني من البندورة وأشوف سوري تو كروموزومز وأزوجهم مع بعض والعب بالجينات اضل احط هاي مع هاي يعني بدي افتح حق بندوره مثلا او كروموزومز واطول احسن تو كروموزومز لانه في منهم يمكن اضعاف وفي منهم ايش؟ لا هلا بس اسمع البيولوجي بسيبك من الذكاء الصناعي فبعدين بحط بيطلع عندي خلينا نقول افضل الجينات اذا بدكم يعني تو كروموزومز بنكي وكانه بقول هاي الجين وهاي الجين بيطلع عندي كروموزوم جديد بتحسن وضع مين افضل من الكروموزوم اللي قبله. فبجيب كمان باخذ النتيجه وبحطها مع كروموزوم رابع فبزوجهم بظل ماشي ازاوج واحسن ازاوج واحسن تا احسن وضعي. اوكي ممتاز. هلا بالضبط تخيلوا انه احنا عندنا
الكروموزوم بيدي لا ولا الكروموزوم عباره عن مجموعه الحلول او الباث او السيتنج، يعني زي مثلا لو اخذنا عمليه اوكي تخيل انا عندي بزور ثلاث اربع ترافل سيلز بروبلم، اروح على A ثم B ثم C ثم D، ولا اروح على هاي 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 خلا طبعا A B C D ثم A، لأنه لازم أعرف عليهم كلهم، ولا اروح على C ثم A ثم E ثم D، ولا اروح على كل واحد من هذول مجموعة حلول، يعني كل واحد حل صح؟ صحيح؟ فاهمين علي؟ هاتوا نقول كل واحدة من هذول عبارة عن كروموزوم. في كلمة تجيب لكم على الوجه. واحد صفر
انه انا تخيلوا اجي هون انكي نصها نصها وهذا نص وهذا نص مش مثل بعض يعني اكيد هاي الشكل مع هاي الشكل احطه وهاي الشكل مع هاي الشكل احطه هاي ثلاثة اوكم وزوز صح؟ ها؟ سامعيني؟ ثلاثة اوكم وزوز ايش ده؟ ممكن تكون شكل بس ممكن تكون شكل هي بي في سي ممكن يكون في مادة تشابه هاي بنسميها الكروس اوفر هاي الكروس انا ممكن اختارها هون ممكن هون حسب انا شو مش بدي احلها يعني بلخص كمان مره باجي انا كل شريط عندي وكانه كروزوم بعمل هو بيمثل سيتنج معين بيمثل السيرش تبعي بيمثل ايش؟ حل معين وهذا بيمثل حل ثاني كذا يكون اثنين زيات حلو ما بعرفش هلا فانا بحط كل الحلول بعمل لها برزنتيشن 01 او برقم معين حلول مرات A ثم B ثم C ثم D بعدين بنبني احسن توبيرنس شو يعني انا احسن توبيرنس يعني احسن حليت يعني احسن حليت ولا لا بطريقه ما في ناس زي ما قلت لكم بيجمع تطلع فتنس نسميه فتنس فاليو لكل واحد منهم على مجموع الكل عشان الدم في لها اكثر من طريقه فوجدنا الابوين تو كروموسومز هل لم نزوجهم وكانهم نزوجهم يعني الناس تزوجهم شو بنساوي مثلا باجي باخذ قسم من هاي وقسم من هاي وبحطهم مع بعض ليه؟ لما احطهم مع بعض بيطلع عندي اثنين جداد اثنين جداد هذول بحطهم اول مره قديش كان حل عندي؟ كان عندي مثلا 100 صح؟ هلا بصير 102 برد اخذ احسن اثنين قد يكون هذول الاثنين مش هم نتيجه طلع عندي شيء احسن شيء وقد واحد منهم يطلع افضل النتيجه كلها يطلع افضل من الكل صح؟ وقد اثنين هذول اللي طلعوا معي يكونوا احسن الكل حسب فبرد اخذ احسن اثنين وازوجهم مع بعض وحط النتيجه احطها على المجموع كله وظل اتكاثر اخلي الكروموسومز تتكاثر ها لعندنا احصل على اللي بدي هون بجوز واحد يقول لي طب هون يا استاذ اذا كنا بندور على التوع السياسي بروبلم بجوز يطلع هون عندنا يعني مثلا عندنا A و B و C و D هو اصلا مش ممكن نوجد فيش ارقام اخبار من A ل D يعني هيك الطرق الوضع الطبيعي تبعها هيك يعني قصدي في الرياليتي بس واحد من الجينات بعد التزاوج طلع لي انه هاي في خط فوق مثلا يعني في شيء بنسميه ميوتيشن عادي ما فيش مشكله لما تزاوج طلع عندك شيء مش هو بدك اياه بتروح ايش تساوي؟ عدل وضحت الصورة؟ بدي أعطيكم مثال هاي مثال طبعا A state is represented as a string over finite alphabet أو 0 1 أو اللي بدنا إياه Evaluation function and fitness function higher value for better states اللي هو قلنا كيف بدنا ننكل بيرنس اللي بنزوجهم باختيار fitness function produce the next generation of states by selection عملت سيلكشن بعدين زوجتهم اللي هي يعني كروس اوفر بعدين عملت ميوتيشن اللي هو اللي طلع عندي بقدر اعدل عليه شوية كل اللي الالجوريثم تيرمينيتس
maximum number of generations has been produced. لا يعني خلاص انت بتقول لي ابدع لي احسن وضع بس اعمل لي 1500 عمليه تزاوج. Or a satisfactory fitness level has been reached. خذ هذا المثال. هذا المثال هاي ايش هاي ايش هاي عندنا ال الايتي كوينز هاي. فانا في عندي مثلا وضع هاي هاي الكروموزوم اذا بدكم اللي هو يعني تمثيل لستيت في الايتي كوين تمثيل بعرفش بجوز يبقى انه هاي الكوين في المطرح الفلاني وهاي الكوين في المطرح الفلاني وهاي الكوين في المطرح الفلاني او شيء زي يعني او الفاليو تبعت الرقعه كلها تبعت الايتي كوين الفاليو تبعتها مثلا كله اذا كانت هاي هون وهاي هون وهاي هون بيطلع لها المبالغ صح؟ هاي بتمثل وهاي بتمثل هلا فانا حسبت الفتنس مثلا 11 الفتنس لهاي 11 ولا هاي يعني ايش قصدنا الفتنس؟ اللي قلت لكم بدنا نختار احسن تو بيرنتس نختار احسن تو بيرنتس فلما جيت انا زوجت التو بيرنتس مثلا اخذت هذول هاي وهاي وجيت حطيت المقص هون الكروس اوفر وزوجتهم هون شو سويت؟ جبت 3-2-7 خليتها سوري خليتها هون وجبت هاي 3-2-7 سوري هذول الاوريجن جبت يعني جبت هاي وحطيتها هون وجبت هاي حطيتها هون وجبتها حطيتها هون صح؟ طلع عندي هاي وتو كروموزومز هذول سويتهم برضه نفس الشيء خليتهم يتزاوجوا طلع عندي نتيجه قد يكون نتيجه مش شرط كافيه دائما صح فقد اجري عمليه مودفيكيشنز بس مسح لي انا عم بجيها ف الموديفيكيشن مثلا بدها بدل الواحد او بدها بدل اثنين او هاي هي فكرة الجينيتيك الجوريثمز يعني احنا هون بجوز ما اخذناش الجينيتيك الجوريثم بالتفصيل الكامل بس كل مبدأها انتم لازم تكونوا عارفين هاي أمثلة على مثال في أي سؤال؟ في أي سؤال؟ طيب يعطيكم العافية